وحصلت وبتتقال، ما ينفعش تتقال في اوقات احنا كبار ومصر كبيره. ما ينفعش نقول ان احنا حقنا عند البتاع، واحنا حقنا حقنا عند مين؟ السغال مالك مالك حق السغال ايه؟ وانا اخد حقنا مالك ومال السغال؟ السغال اجتهدت، السغال من اول دقيقه نازله مفرمه، بص مش حاطه في دماغها يا قالت لو هكسب هكسب، ضيع بنالتي ولا كانه عمره ضيع بنالتي من اول دقيقه لحد اخر دقيقه، وهو بيكافح وبيسحت عشان يجي يكسبك، وانت كل دوت بتدافع عشان توصل لمط المط اللي هو المعتاد عشان تلعب ضربات جزاء. احنا ما حدش عايز يتكلم، كل واحد تليفون امشي امشي بالصف، كله تمام كله تمام، ما فيش الكلام دوت. انت هتضللوا الشعب، هو الشعب بتاعنا ده احنا عندك الميديا اللي عندك عاليه جدا، والشباب اللي موجود والناس اللي بتفهم كتير، ما حدش هيغمي حد. انتوا خلاص هو فرض عشان في راجل متعاقد معاه، اللي تعاقدوا معاه عاملين شرط جزائي سنه ونص، خلاص قولوا كده ما حدش ليه، والراجل ده يكمل 100 سنه، ما يكمل 100 سنه، بس خلوه يمشي بالصح، ما تخلوش يجي ينطق ما حصلتش، ولا حد يقدر، واشتغلنا بره بلدنا ما حدش يقدر يقول في تصريح ما حدش حل عليه لحد دلوقتي، ان ازاي كروش يقول يقول ان 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 الاتحاد الافريقي ما بيحترمش مصر. الكلمه دي كبيره، الكلمه دي كبيره جدا، ما ينفعش يقولها، هو يسكت خالص. لا 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 لا، ده في كارثه ان في ناس وافقوه على الكلمه دي. ما انا ما حد قالوا له والله والله صدق كلامك صح. اه والله قال كده، وفي ناس قالوا له كلامك صح. انا مستغرب، ده احنا افريقيا، انا مستغرب يا ابراهيم، ده مصر هي افريقيا يا ابراهيم. ينفع يا كابتن ان انت تعمل بلبله مع الاتحاد الافريقي اللي انت اسسته، اللي انت مصر اسست الاتحاد الافريقي؟ ينفع تقول ومقره هنا اكتر من مره، ده مقره هنا، تضرب الاتحاد الافريقي بمصر، تضرب الاتحاد الافريقي في ايه؟ انت تقدر تقول الاتحاد الاوروبي ما بيحترمش البرتغال؟ ما ينفعش انت تسكت، انت تقول انا انت بتداري طردك، بتداري 100,000 دولار ومش هتدفع دولار، بتداري حاجات كتيره، وتقول انا فديت البتاع، فديت يا راجل، انت قعدت في المدرج ما حضرتش النهائي، ده لازم تتحاسب. لو حسام حسن كان زمانه اتعلم من رقبته، لو حسام حسن اللي بينتحر فعلا عشان خاطر بلده اتعمل كده، عمل كده واتطرد ظلم وعدوانا، وحاج والاخ جسامه عمل لك ايه جسامه في الماتش؟ ايه اللي بوظ لك سير الماتش في ايه؟ امال بوركينا فاسو تعمل ايه؟ في النهايه في الماتش بتاع الكاميرون الجون الثالث اللي خسروا بيه، الجون اللي هو الثالث فضيحه، الراجل زي الراجل ابو بكر زي المدافع ده خلاه لبس في حارس المرمى، والفار جابها يعني حاجه صعبه جدا، موجود وجود الفار وجود الاتحاد الافريقي. صح، جسام عمل لك ايه؟ احنا نقعد شماعه عشان من اول ثانيه، مفيش يا راجل، يا راجل من اول بطوله لاخر بطوله الراجل واقف على الخط، عماد خام على الدبان وشه، والجهاز بتاعك الوحيد عيد اللقطات بتاع الماتشات بتاعتك، الجهاز كله توتر توتر على الخط وخناقات مع البتاع، بص للدكه الثانيه مفيش حاجه، مفيش الا راجل المدرب والمدير الفني اللي واقف، كل دوت كل واحد يغطي، محدش يتكلم يا كابتن ابراهيم. بص ادام قاعدين السكه دي محدش يتكلم. في حاجات كتير. انت لعبت كوره؟ انت لعبت قدام السنغال كوره؟ انا الخوف يا كابتن مصطفى، الخوف يا كابتن مصر، انت راجل كنا بتفرج عليك في الكابتن، احنا واحنا في الناشئين بتفرج بركي، اتفرج ورا الحديد بتفرج عليك كابتن، الكابتن خطيب والناس الثقيله والكبيره وكابتن مصطفى عبد والناس، مش عايز انسى حد، وكابتن طاهر وكابتن علاء، فكابتن احنا مش ما لازم يفهموا يحترموا عقليه الناس اللي اشتغلت كوره واللي لعبت كوره واللي مثلت مصر على احسن تمثيل. ما ينفعش في نقط معينه كده، ما ينفعش ان انت طيب كابتن ابراهيم، كابتن ابراهيم بس عشان الامور تبقى واضحه.